أعزائنا الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي معكم اليوم ضمن خطة وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي على شاشة الفضائية التربوية السورية. درسنا اليوم موجه لطلاب الصف السابع لمادة الجغرافيا، وهو بعنوان الاختلاف المفيد. في درسنا الماضي تعرفنا على درس الزراعة بالألوان، ومن خلال درس الزراعة بالألوان تعرفنا على أنماط الزراعة. لذلك لابد اليوم أن نقوم معا بجولة سنعتبرها سياحية نوعا ما وعلمية بآن واحد إلى محافظات قطرنا العربي سوريا الحبيبة. فسنتعرف من خلال هذه الجولة على أهم الأنماط الزراعية في كافة المحافظات السورية. نبدأ بالمنطقة الأولى في البيئة الداخلية. إذا نظرنا إلى الصورة المقابلة ماذا نشاهد؟ نشاهد هناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. إذا طرحنا على أنفسنا سؤال، ما هو نمط الزراعة السائد في هذه المنطقة؟ برأيكم ماذا سيكون هذا النمط؟ إنها الزراعة الواسعة. لنأخذ صورة أخرى، ما نمط الزراعة السائد في هذه الصورة؟ نلاحظ في هذه الصورة عدد كبير من المزارعين وكثير من المحاصيل الزراعية، إذن فهي من نمط الزراعة الكثيفة. ننتقل إلى محافظة أو منطقة لواء الإسكندرون، وطبعا تتميز منطقة لواء الإسكندرون بأنها أرض خصبة وسهول متوسطة المساحة ومدرجات جبلية وأنهار ساحلية قرب نهر العاصي وأمطار غزيرة. من خلال المقومات التي ذكرناها، ما هو النمط المناسب للزراعة في لواء الإسكندرون؟ نلاحظ بكون وجود أمطار غزيرة ووجود أنهار ساحلية، فالنمط الزراعة هو نمط مروي، ويمكن أيضا أن يكون هناك نمط بعلي كون وجود أمطار غزيرة. ننتقل أيضا إلى محافظة الحسكة. كما نلاحظ الحسكة تقع في الشمال الشرقي من القطر العربي السوري. الحسكة تحوي على أرض سهلية واسعة قرب نهر الخابور، وهي طبعا أمطارها نوعا ما تعتبر جيدة كونها قريبة من جبال طوروس، ولذلك تعتمد ووجود أيضا نهر الفرات وروافده، لذلك يمكن أن تقوم فيها الزراعة المروية التي تعتمد على مياه نهر الفرات. طبعا هناك كثير من الزراعات التي تقوم في منطقة الحسكة مثل زراعة القطن، والقطن هو من المحاصيل المروية. ننتقل إلى المحافظة المجاورة للحسكة وهي محافظة الرقة. الرقة هي أرض سهلية واسعة قرب نهر أيضا الفرات، لكن أمطارها قليلة وآبار مياهها الارتوازية. فكون وجود نهر الفرات قريب من أو أن الرقة تقوم على نهر الفرات، لذلك فالشيء الطبيعي أن تكون نمط الزراعة في محافظة الرقة هو النمط المروي. أيضا تقوم فيها كثير من الزراعات المروية كزراعة القطن. ننتقل إلى محافظة ريف دمشق. طبعا محافظة ريف دمشق تتميز بأرض خصبة وآبار ومياه ارتوازية وكثافة سكانية عالية، لذلك نلاحظ أنه يمكن أن تقوم فيها نمط الزراعة المختلطة. ما المقصود بنمط الزراعة المختلطة؟ أي هناك زراعة وبالجانب الزراعة هناك تربية للحيوان. أما في نعود إلى المحافظات الشمالية الشرقية إلى محافظة دير الزور. طبعا دير الزور تتميز بوجود سهول واسعة قرب نهر الفرات وتربة خصبة وآبار ارتوازية. كون وجود سهول واسعة في محافظة دير الزور، لذلك تلائمها نمط الزراعة الواسعة. محافظة حماة، طبعا منطقة سهل الغاب، كما نشاهد في الصور وجود زراعات كثيرة وأراضي واسعة، فالأرض الخصبة والمساحة الواسعة قرب نهر العاصي والأمطار الغزيرة ووجود أيضا آبار الارتوازية سمح بإقامة نمط الزراعة الواسعة. ننتقل إلى محافظة حلب. طبعا حلب هي المحافظة التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث الناحية الاقتصادية، وتتميز حلب بأرض أراضي خصبة ومساحة واسعة وآبار ارتوازية، لذلك كما نلاحظ في الصورة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فلذلك تناسبها نمط الزراعة الواسعة. إدلب الخضراء تتميز بوجود مدرجات جبلية
وسهول متوسطة وآبار ارتوازية، لذلك تناسبها الزراعة المروية. درعا سهول حوران، سهول متوسطة المساحة، آبار ارتوازية، لذلك تعتمد بذلك على المياه الجوفية أي على نمط الزراعة المروية. كما نلاحظ في الصورة هناك كثافة أيضا يمكن أن تكون زراعة مروية وزراعة أيضا كثيفة، حيث نلاحظ أن محاصيل زراعية متنوعة. محافظة حمص، تتميز حمص بسهول واسعة وآبار ارتوازية ومدرجات جبلية وقرب نهر العاصي منها، لذلك يمكن أن نشاهد في محافظة حمص نمط الزراعة الواسعة وأيضا نمط الزراعة المروية كون نهر العاصي قريبا من مدينة حمص. الساحل السوري، يتميز الساحل السوري بأمطار غزيرة وأنهار ساحلية وأرض خصبة ومساحة الأراضي الزراعية فيه صغيرة. طبعا كون المساحة الأراضي الزراعية صغيرة لذلك يمكن أن نشاهد أن هنا نمط الزراعة الكثيفة. كما نلاحظ أيضا يمكن أن نشاهد أنماط زراعة كالزراعة المحمية، زراعة الفطر وزراعة الحمضيات. ما المقصود بالزراعة المحمية؟ هي الزراعة التي تقوم ضمن البيوت البلاستيكية. من المحافظات أيضا محافظة القنيطرة والسويداء، طبعا هذه المحافظات هي المحافظات الجنوبية في القطر العربي السوري، وهناك أيضا الجبال الساحلية، هناك أيضا محافظات طرطوس واللاذقية والمدرجات الجبلية، حيث نشاهد الأمطار الغزيرة والآبار الارتوازية. طبعا الآبار الارتوازية هي تعريفها، ما المقصود بالآبار الارتوازية؟ هي الآبار التي تخرج بقوة الضغط دون الحاجة إلى مضخات. أحيانا ممكن مجرد ما قام الإنسان بحفر سطح البئر فتخرج المياه بشكل مندفع وبشكل غزير. لذلك نلاحظ في هذه المناطق طبعا الزراعة البعلية المعتمدة على مياه الأمطار، كون ذكرنا سابقا أن أمطارها غزيرة. وممكن أيضا أن نشاهد في بعض المناطق وجود زراعة طبعا مروية طبعا نتيجة وجود الآبار الارتوازية. لذلك لدينا الآن مصور للقطر العربي السوري، سنقوم بتقويم لما ذكرناه. أحدد الانتشار الجغرافي لأنماط الزراعة في وطن سوريا على الخريطة. طبعا حسب ما ذكرنا سابقا مثلا مدينة الحسكة ذكرنا أن نمطها هي نمط مروي. مثلا مدينة دير الزور أو محافظة دير الزور أيضا نمطها مروي. حمص نمطها أيضا ممكن أن يكون هناك أمطار بعلية ومروية. طرطوس اللاذقية مناطق ساحلية أمطارها غزيرة، إذن فهي زراعتها بعلية وأيضا يمكن أن تكون هناك زراعة مختلطة. ريف دمشق، ريف دمشق ذكرنا سابقا بأنه زراعته كثيفة كون طبعا تكثر فيه المحاصيل الزراعية. إذن سنطرح الآن كمشروع، أنا أريد زراعة القمح في سوريا. إذن أين أزرع القمح؟ أسأل نفسي كمشروع أين أزرع القمح؟ أزرع القمح في أراض واسعة. لماذا؟ لأن القمح يحتاج إلى مساحات واسعة وإلى آلات، وطبعا الأراضي الواسعة الزراعة الواسعة كما ذكرناها في درسنا السابق تحتاج دائما إلى أراضي واسعة وتستخدم فيها الآلة، أي أيضا يعني يكون فيها دور الإنسان قليل. لماذا اخترت أن تكون زراعة القمح في أراض واسعة؟ لأنه محصول رئيسي ومحصول استراتيجي ويدخل في صناعة الخبز وهي المادة الرئيسية في غذاء الإنسان وصنع المعجنات. لذلك ما هو واجب الأخلاقي تجاه المياه؟ طبعا كون المياه هي أساس كما لاحظنا في عملية الزراعة إن كانت مياه الأمطار أو مياه الجوفية أن لا أسرف في استعمالها لأنها أساس الحياة. إذن أعزائي الطلاب في درسنا تعرفنا اليوم كما نلاحظ على أهم الأنماط الزراعية في الوطن العربي وفي سوريا خاصة، طبعا كون درسنا كان موجه للقطر العربي السوري، فلاحظنا أنه في البيئة الداخلية طبعا ينتشر النمط الزراعة الواسعة. أيضا نلاحظ في بعض المناطق من البيئة الداخلية هناك الزراعة الكثيفة. لاحظنا أيضا في لواء الإسكندرون ينتشر نمط الزراعة وهو النمط المروي. ذكرنا لماذا هو النمط المروي؟ لأن الأراضي فيها أنهار ساحلية وأيضا أمطار غزيرة. الحسكة ذكرنا أن نمط الزراعة فيها مروي، السبب في ذلك هو نهر الفرات وروافده.
الرقة، نلاحظ في الرقة أن هناك أرض سهلية واسعة، لذلك فوجود أيضا آبار المياه الارتوازية سمح بإقامة النمط المروي. في ريف دمشق لاحظنا تنوع بين تربية الحيوان وبين أيضا الزراعة، لذلك فالنمط الزراعة هو النمط المختلط. دير الزور هي سهول واسعة قرب نهر الفرات، لذلك لاحظنا كون وجود سهول واسعة لاحظنا وجود نمط الزراعة الواسعة. حما، حما مثل ما ذكرنا بأنها أرض خصبة ومساحة واسعة، لذلك أقيمت فيها أيضا نمط الزراعة الواسعة. سهول حلب أراض خصبة مساحة واسعة آبار ارتوازية، لذلك أقيمت فيها نمط الزراعة الواسعة. إدلب لاحظنا أنها عبارة عن مدرجات جبلية وسهول متوسطة وآبار ارتوازية، لذلك أقامت فيها الزراعة البعلية المروية عفوا. درعا سهول متوسطة مساحة وآبار ارتوازية، لذلك فنمط الزراعة فيها هي النمط المروي. حمص ذكرنا فيها سهولا واسعة، إذن فنمط الزراعة فيها النمط الواسع. الساحل السوري أمطار غزيرة وأنهار ساحلية وأرض خصبة ومساحات صغيرة، لذلك أقيمت فيها الزراعة الكثيفة والزراعة المحمية كزراعة الفطر وزراعة الحمضيات. محافظات القنيطرة السويداء طرطوس اللاذقية نلاحظ أنها تعتمد على مياه الأمطار، لذلك فهي من النمط الزراعة البعلية. إذن بهذا طبعا أعزائي الطلاب ميزنا بين أنماط الزراعة في المحافظات السورية. سأعود وأركز على الفرق بين الزراعة الواسعة والزراعة الكثيفة. الزراعة الواسعة تحتاج إلى أراضي واسعة وتكون الآلة هي أساس العمل فيها، بينما الزراعة الكثيفة تقوم في مساحات جدا ضيقة وتكون اليد العاملة وتوافر اليد العاملة هي الأساس في ذلك. ولاحظنا ضربنا مثالا على ذلك في أن كمشروع زراعة القمح في سوريا، أين يمكن أن يقوم زراعة القمح في سوريا؟ في أراض واسعة. لماذا؟ لأن القمح هو محصول استراتيجي وهو محصول مهم في صناعة الخبز، لذلك من واجبنا الأخلاقي تجاه المياه أن لا نسرف في استعمالها لأنها أساس الحياة. بهذا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا درسنا اليوم الذي كان بعنوان الاختلاف المفيد، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق. دمتم بخير وإلى اللقاء.